أهلا بكم من جديد. كاشي دوت مي هو أول موقع إلكتروني في العالم العربي متخصص في التمويل الشخصي. يعنى الموقع بالتوجيه الإداري المالي. كما عودناكم مشاهدينا لنا فقرة أسبوعية لكاشي، وموضوعنا لهذا الأسبوع أن أكثر من ربع سكان الإمارات تزيد ديونهم عن 250 ألف درهم للشخص الواحد. ما هو الحل؟ وكيف تحدد سقف ديونك؟ الجواب عند مؤسسة موقع كاشي ورئيسها التنفيذي نعمة أبو وردي. هذه الفقرة برعاية صباح الخير. اهلا وسهلا فيك معنا. صباح النور يا ميسون. تعرفي الجواب هو انه الواحد ما يكون مديون اساسا، يعني هاي اسهل شيء. هاي يعني القصه والمديون طيب انه يبدا من الاول، انه يعني اول شيء يتخذ على نفسه عهد انه ما يتداين كمان مره، وبعدين يطلع على شو قصته. هل الديون هاي مثلا فيه يجمعها اذا اكثر من قرض تحت قرض واحد، اذا هي ديون مثلا زي بطاقات الائتمان يتخلص منها بالدرجه الاولى، لانه الاسعار الفائده باهظه جدا، يعني بتوصل لتقريبا 40% كنسبه فائده. وعشان هيك البنك المركزي هنا في الامارات الاسبوع اللي فات قال انه لل 51 بنك اللي في الدوله هون، شو نسب الفائده اللي عم تدفعوها للناس، شو شروط البطاقات اللي عم تصدروها للناس، وهي خطوه بالنسبه لي ممتازه جدا. طيب بس انا بس بتساءل يا ترى ليش عملوا هيك؟ انا رايي الشخصي انه البنك او الدوله عم بتقول انه في ديون هائله عم بتاثر على اقتصاد الدوله، عم بتاثر على نفسيات الشعب كمان، يعني هي كمان قصه كثير كبيره لديون بمنطقه الخليج. بالفعل. وهل تعلمين يعني مثلا، تخيلي انت اعطيني رقم، شو اكبر رقم ممكن تتخيلي انه قد ايه ديون بطاقات الائتمان في الخليج بس؟ قد ايه بتتخيلي؟ اكيد شيء خيالي، يعني هذا متاكده منه. 139 مليار دولار. مليار، نعم. هي بس بطاقات الائتمان، يعني هذا الدين غير محسوب عادة. واحد بيقول أو أنا تداينت، عندي مثلا قرض للسيارة، عندي قرض كذا، ما بيحسبوا ديون بطاقات الائتمان للأسف الشديد. فالحمد لله أنا بالنسبة لي في خطوة ممتازة جدا للبنك المركزي هون في الإمارات، عم بيقول إنه وقفوا لهون وبس. شو هي هالديون؟ قد إيه أنتم عم بتدافعوا الناس؟ وإن شاء الله إذا عندنا مقال إحنا لو بنشوفه على الشاشة بيقول هل سنرى سقفا لرسوم بطاقات الائتمان؟ بالفعل خطوة أنا طبعاً. أتمنى إنه نرى سقف. احنا سمعنا خطوات ممتازه صدرت عن البنك المركزي في السابق، لكن للاسف الشديد اللي بيصير انه بيكون في نيه، لكن البنوك مرات تاخذ كثير وقت لحتى تترجم النيه لفعل. هذا اول شيء. ثاني شيء انه يا ترى لو هي مثلا حدت او قللت من رسوم البطاقات واسعار الفائده، هل سيكون بشكل رجعي ام فقط من اليوم وطالع؟ هذا سؤال ما بنعرف نجاوب عليه. بس ثالث شيء مثلا بطاقات الائتمان، كيف تشتغل بطاقه الائتمان؟ كيف بحددوا نسبه الفائده؟ تعرفي انت؟ لا بيقولوا مثلا احنا نعرف نصرف، يمكن بس على احنا نعرف نصرف بالضبط. في اجانا سؤال من شخص، لو فينا نشوف، عم بيقول انه سؤال انا بعتقد كثير ناس عندهم اياه، عم بيقول انه بيعترف انه هو مش منظم زي زوجته، زوجته بتدفع كل شيء على بطاقه الائتمان بوقته، كل شهر تدفع قبل ما تنزل الفائده، قبل ما ينزل الفائده بتدفع القسط باكمله، يعني بتصفر بطاقه الائتمان. هو بده يطلع بطاقه ائتمان، كثير خايف انه ينسى، ما يكون هالايرادي كمان عنده ويصفر بالضبط. فعم بيقول طب كيف بيحسبوا سعر الفائده؟ الجواب هو انه عاده بيبيعوك البطاقه بيقولوا 2%، مو 2%، 2% ضرب 12 شهر. شايفي كيف؟ هاي هي المشكلة، إنه أولاً أسعار الفائدة هنا في الإمارات هي مرتفعة أكثر عن، يعني هي الأكثر ارتفاعاً عن دول الخليج ككل، يعني حتى مصر مثلاً والخليج، مش بس الخليج بس العالم العربي. في الإمارات إحنا عندنا أكبر وأعلى أسعار فائدة بالنسبة لبطاقات الائتمان، هذا حرام بالنسبة لي، تصل إلى تقريباً 3%، يعني عم نحكي عن تقريباً 40% كسعر إجمالي سنوي. قديش المنطق لازم يكون سعر الفائدة؟ عادة يعني شوفي، كل ما قل كل ما كان قليل كل ما كان أحسن. مرات بيكون صفر إذا الواحد بده ياخذ منك دينك، عشان يصير تذكر الأسبوع اللي فات حكينا إنه مثلا في بنوك عم بتقولوا أعطونا الدين تبعكم، خذوا منا بطاقة بنصفر سعر الفائدة لستة أشهر. ممتاز جدا. في ممكن يكون 0.5%، 1%، يعني حسب أنت علاقتك مع البنك وحسب الحوافز اللي بيعطوك إياها مع الكارت كمان. طيب بس هذا موضوع جانبي. بالنسبة لي
اللي عم بيصير هنا في الخليج. يعني انا بالنسبه لي هذا الموضوع كثير مهم جدا، لانه اتمنى انه اللي عم بيشوفونا يفكروا ببطاقات الائتمان كدين، اداه دين، هي مش مصاري عم تيجي من الهواء، لازم تدفعوها. طيب 139 الف او بالاحرى 139 مليار دولار دين بالنسبه لبطاقه الائتمان في الخليج. بتعرفي كم بطاقه ائتمان في صادره لكل شخص في المنطقه؟ تقريبا بطاقتين لكل شخص. هذا هون في الامارات، يعني عم بيقولوا من 199.7% بعتقد لكل 200 الى كل 100 شخص، يعني بطاقتين لكل شخص، يعني حوالي بطاقتين لكل شخص. على اي حال كل هذه الارقام تريد معنا بالزبط. على الشاشه بس فضل. بالنسبه لي يعني هذا موضوع خطير جدا، يدل بالنسبه لي انه الناس ما بيعرفوا شو يعني بطاقه ائتمان، ما بيعرفوا كيف يتعاملوا معها، ما بيعرفوا انه هي ممكن تكون شغله ايجابيه بحياتهم، تسمح لهم مثلا انه بدل ما يحملوا كاش بجيبتهم يحملوا بطاقة، ممتاز. بس المشكلة إنهم ما بيعرفوا يتصرفوا، بيصرفوا بشكل يعني عشوائي مدروس بالضبط للأسف الشديد. بس هذا معناته إنه أنت بعدين بدك تسد البطاقة على مدى 5 سنين 10 سنين، أو لو بتتذكري قبل كم من سنة لما كانت المشاكل الاقتصادية في ذروتها، تقريبا 2500 بني آدم من الإمارات كانوا يهربوا شهريا من البلد لانه مش عارفين يسددوا بطاقات الائتمان بالدرجه الاولى. 2500 بني ادم يهربوا ويخربوا حياتهم هم وحياه عائلتهم بنهايه الامر. هي المشكله. المهم بالامارات بدك تخصصي لنا شوي الارقام قبل ما نحكي عن الامارات، بدي اشير لبطاقات الائتمان نفسها. احنا حكينا مع لما قباني من فيزا، شركه فيزا، وهي شرحت كيف فيزا تتعامل مع البنوك وشو علاقتنا احنا كافراد مع فيزا. لانه للاسف الشديد الواحد بيقول او انا عندي بطاقه فيزا او عندي بطاقه ماستر كارد، بس ما بيعرفوا انه فيزا ما خصها بالدين اللي على البطاقه. خلونا لو في فيديو بدنا نشوفه على هذا الموضوع. فيزا منا مسؤوله عن الدين. نحن ما بنحط الفايدين، نحن ما بنعطي القرض، البنك يلي بتقرر هالشيء، وانتو كعملاء لازم تتفقوا مع البنك على هيدا شو هن الشروط تبع القرض، ولازم تعرفوا من الاول شو هي الفايده، قد ايه رح تضاين، كل شهر قد ايه رح تدفعوا. نحن العلاقه الوحيده اللي عندنا اياها معكم هي هالكارت يلي بالجزدين. شو هن الامتيازات يلي فيكم تستعملوها؟ مثلا دبي شوبينج فيستيفال هلا جايه، نحن عندنا علاقه صرنا فوق ال 15 سنه مع دبي شوبينج فيستيفال، وبنعطي هالخيار لكم انه كيف تقرروا كيف تستعملوا البطاقه. معنى اخر القرار النا احنا. ما بعرف اذا انتبهوا المشاهدين، في 3 انواع بطاقه ائتمان، ما بعرف انتبهتي ميسون، بس انت بتعرفي شو الانواع المختلفه؟ لا. في بطاقه ائتمان اللي هو البطاقه اللي انا بصرف بعدين بدفع اخر الشهر، هذا يعتبر دين يا ناس. وفي بطاقه مسبقه الدفع، يعني بتحطي 100 دولار على البطاقه، عندك 100 دولار اللي هي خيار الافضل مثل ما ذكرتي بالحلقه السابقه. وفي نموذج ثالث واللي هو انه بياخذ من حسابك على طول، يعني هو مرتبط بحسابك مثل حساب الجاري، عندك 3000 درهم فيك تصرفي 3000 درهم، شايفه كيف؟ اذا عندك اكثر فيك تصرفي، يعني هو مرتبط مباشره ب بينخصم من حسابي. فهي الانواع الثلاثه، انا بتمنى انه العالم يقصوا بطاقه الائتمان اللي هي الدين ويصيروا يتصرفوا بالكاش او بديل الكاش، اللي البطاقه تعد بديله للكاش اللي موجود عندهم، مش عم بيتداينوا. يعني لدرجة انه هلا عندنا احنا 1135 دولار دين على كل بطاقة ائتمان في منطقة الخليج، عندنا تقريبا 7 مليون بطاقة ائتمان في منطقة الخليج. حرام. هل ممكن الاستغناء بس عن بطاقة الائتمان؟ ليش لا؟ لأنه البطاقات الثانية اللي هي مسبقة الدفع والمرتبط بالحساب هي أيضا بطاقات بتمكنك انه بدل ما تحملي كاش معك تروحي على المحل تدفعي بالبطاقة، بس الفرق انه أنت عم تدفعي بمصاري معك موجودة بس مش عم تتدايني من البنك. وزي ما حكت نما، الناس كثير يعني ما بيعتبروا انه مثلا البنك هو الـ يعني اللي عندهم مشكله او شيء لازم يراجعوا البنك، بيصيروا يراجعوا شركه فيزا. فيزا ما خاصها، فيزا هي الشركه التقنيه فقط لا غير، هي بتعمل الكارت، بتعمل الامور التقنيه اللي بتخلي الكارت يحكي مع البنك والبنك يحكي مع المحلات الى اخره.
ولكن كل التفاصيل هي متعلقة بالبنك مش بهذه الشركة. وأيضا بالشخص تقنية. على فكرة مع بنهاية الأمر هو بالنسبة للشخص. أنت حكيتي قبل شوي عن الخليج العربي. هل تعلمين أنه مثلا في دولة الإمارات تقريبا 70% من المواطنين الإماراتيين مديونين للأسف الشديد. 20% من الناس اللي عايشين في الإمارات من الناس عموما مديونين لدرجة مش عارفين كمية الدين اللي عليهم. وأنا أعتقد شخصيا أنه هذا يدل على أنهم من أن غرقانين في الديون خايفين. هذا أكثر جزء خطير يمكن عدم معرفة أصلا كم الدين. بالضبط. لدينا وقفة جديدة الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا جزيلا على وجودك معنا سيدة نعمة أبو وردي مؤسسة ورئيس التنفيذي لشركة كاشي دوت مي.